ديري لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذه مرحبا بكم في فيديو جديد، فلوج جديد، احداث جديده في القناه. اليوم الفيديو خاص بالمشتريات ولي باج اللي خديت منهم هاد المشتريات كاملين وفين مشينا اليوم. واليوم بقينا بلا فطور، باقي ما وجدناش الفطور. خليكم معنا جاب لي واحد الكولي، واحد لي طابلو زوينين الصراحه من عند الاخت اللي غنخلي لكم هنايا الانستغرام ديالها، غنخلي لكم مكتوب هنايا ونخلي لكم في لاباغ دانفو. زوينين الصراحه ما بغيتش نحلهم حتى نوصل للدار، جات فيا الشمس حتى نوصل للدار وغنشاركهم معاكم. دي طابلو انا خديت ديال صيفطات لي ديال اللي غندير ان شاء الله في الدريسينغ ديال الميك اب وديكشي، وباقي ناخذ من عندها ديال البيتسيليا ان شاء الله. وها نتوما معنا الفطور ديال اليوم، والله ما عرفتش المهم باش ما كان نتوما معنا فطور بالبي ام. المشكله البي رخيصه والام غاليه، المهم اش بالك دابا ما طيش ب 180 كيلو باش من 180 عشرة ورد دابا اش بان لك اش غنفطر؟ فاش؟ انا الفوك يطير؟ راه اليوم 21 فرنسا الفوك يطير الخبز، الفوك يطير الخبز هي باش اخيرا وصلنا للدار والله مازال ما وجدت الفطور، مازال ما وجدت والو. وي ماما كيف كيسباس؟ يلا واخا ما وجدت غنشارك معاكم بعدا داكشي اللي وصلني. وي من لاباج على انستغرام اللي كيف ما قلت لكم غنحطها لكم هنايا في لاباغ دافو. وصلني هاد الكولي هذا من هاد لاباج هادي ديال مريم العلالي. المهم لاباج ديالها سميتها ميري ديكو اخت، غنشارك معاكم شوف. انا ديجا الصراحه صيفطتهم لي في فيديو حمقوني. اليوم تقريبا الفيديو غير ديال المشتريات، غنشارك معكم دابا واحد من المحلات شعيب. اول حاجه هادي، المهم راهم كبيرين اتصالي عادي اللي يقول لي شحال فيهم في الطوله والعرض. وكيلة وكيلة فيهم 45 على 30 كنظن، هكا 45 وهكا 30. صراحة واعرين طب 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 طب، مخدومين بطريقة زوينة وغزالين وكيتمسحو كلشي. هادو بالنسبة للدريسين الأولى، والثانية في هاد البنت هادي كدير العكار لي كولور. ما عطيهمش الكاميرا حقهم، ما كيبانوش ليكم زعما في نفس اللون اللي الاصلي هنايا في الطابلو. الثالثه فيها كوكو شانيل وعكار
الغزاله الاحمر والكحل وفونسي، راه غير دابا في الكاميرا ما عطيش حقها، ومع الرينغ لايت ما عطيش حقها. وهذه عاوتاني فيها واحد لابيس وفيها سبات ديال لي طالون بحال هكا زالتها. هادو بالنسبه لا فاج ديال اخت مريم دلالي كنقولها ميرسي. وخديت من السوق اليوم درنا دوره شرفيه، كنا في سوق السبت مورا سوق السبت، محلات شعيب مورا محلات شعيب، درنا المسيره ديال التمار. المهم دوره شرفيه، خديت من سوق السبت هاد ديال العرعر. كيحمقوني ريحه العرعر، هادي غزاله المهرز ديال العرعر. ديما كنبغي ناخذ مهرز وما كتجينيش الفرصه، واليوم قلت عادي قلت والو ناخذ، ولقيناهم صراحه بثمن زويون. هذا المهرز وخديت هادي وي مامو شاري داكو بغيتي تلعبي بيه ماشي تلعب. خديت هادي. المهم حنا بالنسبه لهادي خدينا على قبل الفاكهه، على قبل الديسير، على قبل بزاف ديال الامور متعدده الاستعمال اللي تخليها مولاها نيت كتجي بحال هكا زوينه صراحه. ريحه العرعر عطيه تقال. هادو اللي خديت من السوق. شنو اخر؟ بالنسبه لمحلات شعيب خديت براد بالشكل هذا، براد مذهب مع نص ديال المشتريات باقيين، كلشي مخبش. جلستي في الموقع جلست موقع وقابل معايا شنو زعما حاضرني الجمهور الناشئ. وتنخدم وما تنسخفش معاك انت ياسر، من هنا لهنا من هنا لهنا. ايوا راه ما شاء الله الله يخليك ليا زماني غير كتشتي. المهم دابا باقي غندير ليه الشاشيه. عادي عطيني ديك الشاشيه اللي تما راه هي الصينية ديال عندي لي اختي الشاشية. شنو الصينية؟ راه تما حل عينيك شوف هاديك. بحال هاد الشكل عندو الغلاقة، عند هاد الشكل هذا مليح يا اختي. واشنو فين داخل؟ زرها هي ماشي مشكل، هي زرا واخا تقطع سيدي خدمة الطوموبيل. مكتوب الرجاء غسلوها جيدا قبل الاستعمال مع مكسرش ليا ديالها. صافي سيدي عرفت تخدم. المهم نشارك معكم الصوينية، صينية كبيرة ياك عادي. الحين هادو باش تنخرج ونوريكم المشتريات كاملين. محلات شعيب، حيت صراحة انا لي ميكسور عندي شي 3 ولا 4 ياك كنا شرينا، فين ما كنشري كنخرج لي على هاد الراس وكيبقى لي غير الطراب، كيبقى لي غير الفوي هو اللي كيبقى لي. هادي الصوينية ديالي صغيرة اصغر ما كاين في السوق على هاد الشكل هذا. ها البريري ديالها ان شاء الله. وهاد الكيسان خديتهم بالنسبة للماء، خصكم راه بقيت كنهرس كنهرس كنهرس، كنتلفت موراي كنلقى ما عندي حتى شي كاس في الكوزينة، ملي كيكون عندي شي حد كنحشم ولا عندي غير داك الكاس ديال الفخار هو اللي بقى عندي. خديت هاد الكويسات هادو في الألوان كيجيو بحال هكا، وملي كتخوي فيهم الماء كيعطيو لا كولور اللي فيهم هما في القاع لتحت كيعطيوها الماء، فيهم الأخضر والصفر والزرق والموزانديا والأحمر والموف. Okay.
الوطنية عندي واحد الكيسان ميم صراحة ما مديش حد عاود خديت هاد الكيسان عادي يا ختي ملوينات ما شاء الله وصغيورين داكشي حتى بالدرشفة ديال هادي ما شاء الله الله يجعل البركة كيجيو على هاد الشكل هذا فيهم تا هما ملوينات نوريكم الحمرا الحمق الحمر صغيورين وحتى من الداخل ما كيجيوش مقادين هكايا من الداخل كيجيو في شكل هانتوما راه غايبان لكم الشكل ديال الداخل ديالهم كيفاش دايرينهم فيهم الزواقه بالذهبي المهم انا بغيت نبدا قلت السوريه الصراحه واحد من كل لوين هكايا ياك عاد هكا واحد من كل لوين باش يجي داك الشيء من عندك جوني بزاف حنا بغينا ثلاثه صافي ديك خويا ماشي مشكل هانتوما كيفاش جات يا لالي يا لالي يا لالا داكشي مديهب وزويون ما شاء الله غزيان المهم هادشي اللي شريت من محل سعيد يدير ليا هادشي اللي خلات تاعو خديت لها من النوات راكم عارفين بالنسبة للنوات حنايا كناخدوهم كي تودو خديت لها هادو فيهم هاد الحب الملوكات ومع هاد الفريزات صافي خديت لها بامبات واخا شريتها هي منين نجي نصاوب ليها منلقاش وخرجنا نسينا السكه دقنا خدينا السكاته الغوات الغوات كتقول لك شنو سميتها عاد السكاكه سكاكه خديت لها هاد البندات حتى هما ديال الشمع وخديت صراحه اللي خدا ليها عادي ما خديتش خدا لي قنيطيره يا لالا قال لي خدي خدي هادي سميتها قنيطيره على هاد الشكل هذا خفيفه وبيض التوب ديالها و غنشارك معكم عاد تعطيني ديك المبيخه خضر وخديت البخور من السوق صراحه واحد السيد كناخذ من عنده البخور ديال العبار الحماق عليه ديت الفاخر هذا هاد المبيخه هادي وصلت من واحد لاباج فيسبوك كنظن لاباج فيسبوك على هاد الشكل عطيني البونبونيه على هاد الشكل هذا عطات عليه كما مزيره هادي المهم هادي من البخره كتجي على هاد الشكل بالكريستال والنحاس ومعاها لي بونبونيير ديالها جوج من هاد الشكل هادو لي بونبونيير ديالها حتى هما بالكريستال والنحاس كيجيو على هاد الشكل هادشي كله ان شاء الله غنشارك معاكم في 27 ولا في العيد ما عرفتش بالضبط ما صورتش لكم هادي هادي جا عادي لي زير ليها الفيس ديال هنايا وهي طرطق هادي مهم بحال شكل بونبونيير ديال المرايا كتجي وندير جيلات من التحت انا بغيتها على حساب الحلوه ايضا مصورتش لكم هاد الزليفات هادو حتى هما خديتهم صغيورين بحال هكا سته في الباكيه سيليا مضربه مع بابا على بيبا بيب سته في الباكيه زوينين حتى هما هي كنبغي نحط فيهم هكايا مثلا لاصوص اندالوس لاصوص الجيريان مايونيز بزاف د الحاجات كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم انا في رقب وط البلابلا وط البلابلا ما كنسكتش كنتمنى انه ينال الفيديو ديال اليوم الاعجاب ديالكم و اصلا ما درتش لكم مقدمه الفيديو اذا غندير هذا تهلاو في راسكم ونهاركم مبروك احبابي بزاف بينا لكم واذا كنتو جداد على القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وديروا الكل باش يوصلكم كل جديد بالنسبه للقناه باي